كمان الحقيقة من يعني الأخبار اللي كانت متوترة على الساحة في الفترة الماضية إن استهداف إسرائيل ربما لم يكن فقط على المنشآت العسكرية الإيرانية، ولكنه أيضا طال استهداف أزرعها الاستخباراتية اللي موجودة في قلب إسرائيل. ده حصل لما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك إحباط شبكة تجسس مكونة من 7 مواطنين إسرائيليين بيعملوا لصالح الاستخبارات الإيرانية. أعضاء شبكة التجسس نفذوا مئات المهام الاستخباراتية اللي كان أبرزها تصوير وتوثيق لقواعد الجيش الإسرائيلي والموانئ ومواقع الأنظمة الدفاعية زي القبة الحديدية بالإضافة لمحطات الطاقة. تنفيذ المهام دي كان مقابل مئات من الآلاف من الدولارات، وكان بيتم تحويلها باستخدام العملات الرقمية. المعلومات اللي أعلن عنها الشباك الإسرائيلي أكدت أن الشبكة مكونة من 7 أفراد من بينهم جندي هارب وقاصرات، ودول اشتغلوا مع الإيرانيين لمدة 2 سنين، صوروا قواعد جوية، صوروا المجمع الحكومي، جمعوا معلومات عن قواعد وأنواع بطاريات وصواريخ الجيش الإسرائيلي وأرسلوها للإيرانيين عن طريق رسائل مشفرة، وأنه تم القبض على 3 منهم، وده كان يعني مقبوض عليهم في حالة تلبس وهم بيتم توثيق هدف استراتيجي. جهاز الأمن العام الإسرائيلي أكد كمان أن الشبكة نقلت معلومات عن شخصيات عامة وأمنية في إسرائيل، وأن التحقيقات معهم استمرت لمدة أكتر من شهر. قائد مجموعة التجسس كان بيلتقي بالإيرانيين في تركيا علشان يتلقى التعليمات والمهام الجديدة المطلوبة، وده طبعا بعد ما كانوا نفذوا حوالي يعني هم اتقبض عليهم بعد ما نفذوا حوالي 600 مهمة تجسس خلال 2 سنتين اللي فاتوا لصالح إيران. المواقع العالمية اهتمت بخبر القبض على شبكة التجسس الإيرانية. داخل إسرائيل موقع الحرة كتب: الكشف عن شبكة تجسس إيرانية في إسرائيل تسببت في ضرر كبير.